جدود الوالدين العواتق العزاب الواسات العرايس السمان الرقع قطوان القصر الشابين والمزعوقين المهم الجزائريين والجزائريات جوزوا وتفضلوا تربحوا معنا دراهم كبار مع ونشط صغير مهدي. مرحبا بكم مرحبا بكم عند فاميلتنا، مرحبا بكم باش تربحوا هذيك القفة اللي فيها 100 مليون. هاد العشية احنا نستقبلوا للمرة الثانية عائلة غزلي اللي راح تقابل وتنافس عائلة بدوي. واش راك محمد؟ المرة اللي فاتت الجاج بالروز هو اللي سلككم، هو سلكها يا دار، واش راح يسلككم اليوم؟ الحوت الحوت. راكم تفكرين واش ربحتوا المرة اللي فاتت؟ 4 ملايين و300 واليوم راكم معولين على 100 مليون ان شاء الله، زائد هادو منحوهم لكم. لا هادو راهم قاعدين، راهم قاعدين مليح للطريق هادو ان شاء الله تاع الطريق. عاود قدم لنا العائلة. ماما معك، ماما سيبتي واش راكي ماما؟ لاباس الحمد لله. راكي تعسي؟ راني تعسي في محمد. كاش بوجيش هاك ولا 100 مليون معك الزوجة سعاد. مرحبا بك مدام. معك نصيبي محمد. واش راك محمد؟ سيبك تسمى وليد خوت خو. ومعك ولد عمتي سيد احمد. واش راك سيد احمد؟ سيد احمد ما تغيش كيما المره اللي فاتت كان ما نعرف مزوج هذا ولا لا؟ لا مزوج هو. عندي دراري. الله يبارك الله يبارك. كاش ما وصاتك. مرحبا بكم بدوي من العاصمه. انتوما منين من العاصمة؟ بون سا ديبون، كاين كوبا، تيبازا، الجي بلاج، بوزريا. راكم تسمى كل جهة. كل جهة فوالا. الوغ قدمي لنا العائلة، شكون معاك؟ بان موا سي ليديا، اونشونتي. منيرة. لا لا بصح منيرة واش؟ منيرة عمتي، كوزين. كوزين عمة، مرحبا بك مدام منيرة. مون كوزان عبد المنعم. عبد المنعم واش راك؟ الله يبارك. كبار في لافامي. طوال احنا ليغيديتي تاعنا. وهذاك سي سون فخير. خاوه الله يبارك. عبد الحق وعبد الكريم وهذاك خالي. الله يبارك. الله يبارك. واش راكم؟ والله الحمد لله. راكم معولين ان شاء الله بربي. راكم معولين. غزل غزلي على بالك. بابا سيرتو ماما. محمد هيا روز بالدجاج. والله غير كان شي روز بالدجاج وكما مشى عليا. هيا نبداو المرحله. هيا المرحله الاولى. واش راكي ليديا؟ محمد الله الحمد لله. ليديا طالبة في اللغات هكذا؟ طالبة في دو فاك، بريباراسيون فيزيك سبورتيف و انجلي. زوج؟ جي دو باك. الله يسلمك. جبتي زوج دو باك؟ وي جي دو باك، باك سيانتيفيك و باك لونغ. وعلاش عليك هذا؟ جاب لي تشدي فوالا كلش بالدوبل. بون باينه تشوفي الدوبل عليك. محمد البوكس. الحمد لله البوكس. البوكس عنده شحال عندك دراري؟ عندي 3 دراري. انت عندك 3 دراري؟ ولادي هو. الله يبارك ربي يشدهم لك. وعندي 30. وعندك 30؟ 30 وحده اخر. 30 هذوك تدربهم هذوك؟ انا مونيتير معاهم. الله انا واقف عليهم. انت هو المونيتير؟ انا مونيتير. اونطر المواعر. صعيب. اي عذر يعطيه الزوج لزوجته كي يدخل متاخر؟ شدوني في الخدمه. كذاب. شدوني في الخدمة. شدوني في الخدمة ماشي طوب إجابة. محمد ما جيتش بكري، ما لحقتش بكري. ما لحقتش بكري. 100 جزائري قالوها ولا ما قالوهاش؟ لا تفضل معليش تفضل سمعوني مليح. أي عذر يعطيه الزوج لزوجته كي يدخل روطار متأخر؟ طوموبيل تحت أمبان. زعما صح. الطوموبيل طاح طومبا اللي يجيب بلاكريس با. يا حي على محمد. قالتك مديره اشاره دوك تجيك اشاره. لا عبد المنعم انت ماشي متزوج. متزوج؟ لا لا مازال. تدرب شويه. اي عذر يعطيه الزوج زوجته كي يدخل روطار متاخر؟ مبوطيه سيركيلاسيون. سيركيلاسيون لهنا. هاي سيركيلاسيون وش نقول لك مغلوقه. طب اجابه.
انت ماشي مزوج وعندك الاكسبيريونس. اك بيا اك بيا. اذكر عذر يعطيه الزوج زوجته يلقى لها السبه يقولها راني متاخر. اجتماع رينيون كان عندي رينيون. سينو دير له ساعدو في يدو. عندي اجتماع 100 جزائري في بسكرة في قسنطينة في وهران في العاصمة ما قالوهاش. داخلة في العمل مديرة قالت لك داخلة في العمل غينيون هادو كاع في العمل. سي عبد الكريم في رايك أي عذر سبة يعطيه الزوج زوجته كي يدخل الروطار متأخر؟ أي معليش البيس بيس بطيت بزاف البيس تشاورو الآن غزلي بردو قلبكم. ليديا ترونسبور ما جاش ترونسبور تاع الخدمه ما جاش. نقل العمال فوالا تاع نقل العمال وي نقل العمال نقل العمال. لا 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 ما ذكروهاش هذه ما تقنع. ما قالوهاش. اذكر ولا اي عذر يعطيه الزوج مثلا نتايا واش من العذر كي تلحق روطال تقول للزوجه شدوني صحابي في القهوه شدوني صحابي في القهوه احوال جويه الصيف شوف دخلها في الميتي والثلج نو يخلطها لها الاخ سعاد مرض مريض مرض رحت نشوف يما رحت نشوف يما ابن عمي يا ابو احمد المرض 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 تفهمتوا المرض لا يقدر ربي اني مرض المديره قالت لك وضح كنت جاي ومرضت في الطريق مرضت في الطريق حكماتك حاجة واعرة مرض مرض لا ما قالوهاش 100 الناس ما قالوهاش المرض واش قالوا 100 جزائري وجزائرية الازدحام العطل في السيارة الخدمة شدوني في الخدمة زيارة مريض رحت نشوف مريض القضيان عيطوا لي دارنا حكموني الشرطة عيطوني دارنا كنت قلتها ماما خديتها وي باسكو تقولها عيطت لي العجوز معليش مبروك على عائلة بدوي 65 وتخلوهم هكذا ماما ان شاء الله لا ما انتم دقيقة الأخرى ان شاء الله ايه إلى عود ولا الجاج منيرة وماما المرحلة الثانية ماما منيرة قولي لها واش راكي خلينا ندوها قولي لها من قلبك باينة ماما يتحلف مرحبا بك منيرة الوغ منيرة انتيا قالوا لي تنظمي وكال اجونس ايفالمونسيال ايفالمونسيال شنو العراس ولا دي صالون ليجا كلش لي فوار لي ميتينغ ميم لا تيليفزيون نخدم لي زيميسيون لي فيلم الكاستينغ بليتو الله يبارك الله يبارك وماما الله يبارك عندها خياطه واش تخيطي ماما؟ خيطوا كاع التقليدي ما تنسى التقليدي والعصري والايطابلي نخيطوا الله يبارك هذا دومي تاع الخياطه قالوا لي شحال تحبي تضحكي الضحكه ديالك ان شاء الله تدي لي 2 مليون ان شاء الله واش روحكم ها واش هو اللون اللي محال تصبغ به الحيوط تاع دارك اسود اسود يا ما دارك كحله يا لطيف كحل ماشي طوب اجابه ازرق ازرق الازرق ازرق الازرق قالوها ولا ما قالوهاش حلوه لي دي لا مان تفضلي 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 سعاد واش هو اللون اللي محال تصبغ به الحيوط تاع دار روج حمر بوشي بصح دوكا لا مودا مي صبغوا مليحه راكم ملاح محمد قهوي بني قهوي ما تهضر بني بني قهوي ما كاش مشكل قهوي قهوي بو حمر كحل ما قالوهاش قهوي سيد احمد اصفر اصفر جون يقرص يوجع في العينين اصفر اصفر مليح راكم مليح صفقوا عليهم علاش هذا ما يصف ماما ماما المديره قالت لك تحبي اشاره ماما لا لا
قالت لكم الشعره وتعطيك اشاره. طالع محمد، واش اللون اللي محال تصبغ به الحيوط تاع دارك؟ عطي لون يلا. فيولي. الفيولي هو كاين دايرينها لا مود فيولي، ما على باليش. البنفسجي راكم لا. ماما واش من لون ما تقدريش تصبغي به دارك؟ الحيوط. اجابه اخرى. ايه اجابه واحده اخرى، لون واحد اخر. هيا هيا ماما. برتقالي. تشيني برتقالي. تشيني انا نحب تشيني في الدار. تشيني. راكم ملاح، قعدت اجابه واحده وعندكم اشاره واحده. سعد وشنو هو اللون تاع الحيط اللي ما تقدريش تصبغيه في دارك؟ محال. احمر، كحل، صفر، تشيني، زرق، وبنفسجي. هاي اي اي اي، تشاوروا عائلة بادام، تشاوروا ما تتهضروش. محمد جاز الوقت، سعاد جاز الوقت، عندك تقريبا 7 ثواني، تفضل. روز. روز خوخي. روز. 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 لا 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 لا، شوفوا عندكم بالك زهر، طوب إجابة ما عطوهاش. هي يعني أغلبية الجزائريين والجزائريات عطوها، تقريبا فوق 20%. وش هو اللون اللي محال تصبغ به دارك؟ الحيوط تاع دارك. الحيوط مارو. مارو. خضر. 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 بليزيغ كولور. زركش. ليديا. جرين. فيغ. جرين. يا. الأخضر. دار المديرة كحلة. يا لطيف. ايما اسكو هو الاخضر؟ طوب اجابة. اخضر. اخضر حشيش. لا لا، شتو دار خضراء كاع مصبوغة بالخضر، ما كاش. ماما مالكي هاكي زعفانة. الاخضر. مبروك على عائلة بدوي 165 نقطة. على بالكم باللي كل شيء تقدر يتبدل الان، خاطرش الاجابات من الان مضروبين في زوج ومن بعد في ثلاثه. سعاد عبد المنعم المرحله الثالثه. مرحبا بك سعاد عبد المنعم. سعاد شحال عندك من الدراري؟ ثلاث بنات. ثلاث بنات، اعطيني اسماءهم واسمهم. بشرى، لطيفه، فريال. ربي يشدهم لك. امين. وانت يا طالب فوالا، واش فاش طالب؟ مانجمنت. مانجمنت. الوغ مانكان فوالا. فاصون باين. درت بزاف. درت. يعيطولك. اه بيان سور. يعيطولك فوالا، ويزيد يدير جودو. بيان سور. بروميير دام. بروميير دام. الله يبارك، الله يبارك، الله يبارك. متزوج؟ لا لا. خاطب؟ ناوي؟ والو. صعيب. وي. تشرط عندك بزاف شروط. بزاف. واش دور روحكم؟ واش تقدر تدير ولا واش تقدري ديري اذا كان عمرك 18 سنه وما فوق؟ نحوس. واش قلتي لي؟ حوس. التحواس. 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 ماشي طوب إجابة. عبد المنعم. جو في دو سبور. دي سبور. دير رياضة. سبور. دير سبور. طوب إجابة. طوب إجابة. فوق 18 سنة. لا فوق 18 سنة ماشي تقدر دير سبور. ما صغير. تفضلي. تفضلي. ما صغر على 18 سنة. سمعني مليح محمد. إجابات مضروبين في زوج. واش تقدر دير إذا كان عمرك 18 سنة وما فوق؟ حوس. نقرا. اخلا قالوا تحواسه. نقرا. تقرا. نزيد واحد. نزيد. وعلاش تحت 18 سنه ما تقدرش تقرا؟ نزيد. نقرا. مديره. لا لا. فوق 18 سنه واش تقدر دير؟ نخدم. نخدم. نخدم فوق 18 سنه. 100 جزائري وجزائريه ذكروها مليح مليح سيدي احمد. كاين امور بزاف حوايج نقدروا نديرهم فوق 18 سنه. مثلا ما تهضروش. مسؤول. تحمل المسؤوليه. تحمل.
مسؤولية، مديرة تحمل مسؤولية، نتحمل مسؤولية، أتحمل مسؤولية، حرية التصرف أي مقبولة. ماما زواج نتزوج 18 سنة ما آخر. شحال في عمرك؟ 20 18 سنة مليحة. سعاد واش تقدري ديري فوق 18 سنة؟ مشاريع مشروع السنة 18 سنة باش ندير مشروع 18 سنة لا ما ذكروهاش. تشاوروا عائلة بداوي. محمد واش هو الحاجة اللي تقدر ديرها إذا كان عمرك 18 سنة وما فوق؟ هاي يا سي محمد فوق 18 رياضة. رياضة تقدر ديرها مام صغير يا محمد. لا 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 18 سنة شوفوا طوب إجابة مازال ما لقاوهاش. تقدروا عبد الكريم واش تقدر دير فوق 18 سنة؟ رخصة سياقة نحب نسوق. بيرمي تقدر نسهر؟ نقدر نسهر. هذا غير عسو هذا. عسو عليه عبد المنعم. ما زدت في السبور. ما زدت مخدم. منيره فورماسيون ستاج ايدي ستاج ستاج فورماسيون بيرمي رخصة السياقة قالوها 100 جزائري وجزائرية. إلا قالوها إلا ما قالوهاش أب 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 رخصة السياقة. محمد عبك جاتني باينه بيرمي 18 سنه الفوق زواج عندها حق. واش زادوا قالوا 100 من الناس 100 جزائري وجزائريه واش قالوا؟ واش قالوا؟ الخدمه الوطنيه انجوز سيرفيس ميليت بيان سور. مبروك يا عائله بداوي. لكن صرات وعائله كما بحالكم ربحت خاطرش الاجابات مضروبين في ثلاثه المرحله الاخيره. واش محمد واش بيك واش بيك واش رايس بالتجاره ديالك؟ انت قاعد تطلع حبط. عبد الحق مرحبا بك. الله يسلمك. انت ماشي مانكا؟ لا لا. وعلاش؟ تبعت حاجه واحده اخرى. ما عيطولكش باش تولي مانكا؟ ما عيطوليش لا. دونتيست؟ انا ايه. عندك كابيني ديالك؟ انا وصحبي. داكو. شحال تنحو السنه؟ على حساب لا ريجون. قلعت السنان. هاني ساتر. اي 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 استر ما استر الله. اذكر شحال سهله. اذكر حيوان يبدا بحرف الالف. ارنب. ارنب 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 ماشي طب اجابه محمد. هاي بالالف. الالف ايه. هاي هاي تفضلوا تفضلوا. هاي هاي اذكر حيوان عبد الكريم يبدا بحرف الالف. الاسد. الاسد الاسد الاجابات مضروبين في ثلاثه ردوا بالكم. الاسد راكم لا. شو دير بعينيها؟ الف حيوان يبدا بالالف. عندنا الارنب الاسد بلاكوا خموها. هاي مديره قالت لك هاكي مبروك عليك. سوري. ما كاني صوريني والو. مع المديره ما كاش وعندك زعما جاتناش هذيك اللي بعتها عينينا. اي ما صبت ما صبت. تشاوروا عائله غزلي. افعى افعى يا ضال الفعى قالوها ولا ما قالوها؟ افعى افعى. طب اجابه ماشي غير مانكا. عبد الحق. أيل. 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 قالوا الدالي. أيل. أيل. 210 شوفوا 210 نقاط.
سيد احمد اصاله كبرى اراكوندا اراكوندا اصاله اراكوندا وصاي اراكوندا اي اراكوندا 210 نقاط اراكوندا قالوها 100 جزائري وجزائريه لا واش قالوا 100 جزائري واش قالوا لفعة لرنب اسد اخطبوط و اللب الاجابه الاخرى الايبيل الايبي واشنو ميبي مبروك لي صفقوا عليهم معليش 559 لعبتوا مليح لكن الروس بالجاج ما تعاودش هذا المره ايبل ايبل وكان قلت ايبل وكانكم ربحتوا وكان رحتوا معليش المهم حنا كي شفناكم وتعرفنا بكم يعطيكم الصحه ان شاء الله نجوا ناكلوا الكسكسو تاع ماما والله يسلمك الله ينورك مبروك عليكم 4 ملايين و300 كلهم كاع دجاج يعطيكم الصحه صفقه على عائله غزلي اما حنا نمروا للنهائي راكم جبتوا 5,590,000 هادو راهم ليكم بصح ما شقيتوش باطل شقيتوا باش تربحوا 100 مليون انا نطلب منكم طوب اجابات طوب إجابة واحدة حتجيب لكم 10 ملايين، زوج 20، 33، 44 و 500 مليون. شكون راح يتفضل معايا؟ عبد الحق وليديا، تفضلي ليديا، عبد الحق تفضلوا. ليديا وقفي قدامي هنايا، فوالا. عبد الحق هنايا، بسلامتي. روح اجري انتي، طير لي هيك غالي، حاول شوف، وانتي عندك 5 أسئلة 20 ثانية ما تغيسيش إلا حصلتي في وحدة قولي لي نجوز جو باس نفوت جري كيما حبيتي نقرا لي كيستيون نقراهم تما يتكتبوا لا تقرايش نسمعك سمعين داكو أوكي أوكي بالربح ميرسي طوب واش تقدري ديري وأنت تستناي في موعد نسمع الغناء أذكر وسيلة نقل تستعمليها ولا تستعملها الشرطة طونوبيل أذكر طريقة تفطن بها واحد غاشا نرمي عليه الماء اذكر مكان يحب يتخبى فيه الاطفال كي يلعبوا تحت البنك واش هو الشيء اللي تبدل في لاصال دو بان ديكوراسيون في واجبتي دوك نشوفوا واش قالوا 100 من الناس 100 جزائري وجزائريه واش تقدر دير ولا ديري وانت تستناي في موعد واش قلتي لي؟ مع ميوزيك نسمع دير الموسيقى 10% فقط اذكر وسيلة النقل تستعملها الشرطة فواتور طونوبيل فواتور طوب إجابة 10 ملايين طوب إجابة اذكر طريقة تفطن بها واحد غاشا مالها الماء رش رشو إلا ربحتوا 100 مليون رشك 20 مليون طب إجابة لا لا رشوني أنا أذكر مكان يحب يتخبى فيه الأطفال كي يلعبوا تحت البنك على تقدر أنت 105 نقاط واش هو الشيء اللي يتبدل في لا سال دو بان قلت لا ديكوراسيون الحمام باسكو ماما شاك فوا لا ديكوراسيون الديكور 14% تفضلي 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 عبد الحق بعثوا لي عبد الحق طرشوك شويه تفضل تفضل دكتور ميرسي خويا بارك الله فيك تفضل عندك نص طريق انا ما نطلعش بزاف راسي باش ما يوجعليش رقبتي 5 اسئله 20 ثانيه الا سمعت هذه الاشاره ما ترددش قول لي ينجوز يعطيني اجابه واحده اخرى بيقول تفضلت بها ليديا داكو. اوكي داكو. ما تغيش بالربح ان شاء الله ماكمش بعاد طب واش تقدر دير وانت تستنى في موعد جو باس اذكر وسيله نقل تستعملها الشرطه دراجه ناريه
اذكر طريقة تفطن بها واحد غاشا. ما بارد. سقالي. اذكر مكان يحب يتخبى في الأطفال كي يلعبوا. مرباب. واش هو الشيء اللي يتبدل في لاصال دو بان؟ صابون. واش تقدر دير وانت تستنى في موعد؟ تين كونيكتي. يا دكتور. واش هو الشيء اللي يتبدل في لاصال دو بان؟ صابون. يخلاص. مقوت الرغوين. لا ماشي هادي، ماشي يتبدل، المنشافات سرابت سرابت وما يتبدلوا. واش تقدر تدير وانت تستنى في موعد؟ ما لحقتش. واش كنت راح تقول؟ كونيكتي. طوب اجابه على بالك وشنو؟ نلعب بالتليفون. نلعب. اذكر وسيله نقل تستعملها الشرطه. طوب اجابه هي الطوموبيل. انت قلت الدراجه. موطوبيل. الموطو. دراجه ناريه 23%. 142 نقطة. اذكر مكان يحب يتخبى فيه الأطفال كي يلعبوا. مور الباب. هي قالت تحت السرير مور الباب. شحال من جزائري وجزائرية تخباو مور الباب؟ 16%. على بالكم طوب إجابة وشنو هي؟ داخل خزانة. داخل خزانة. شحال حلوة. يغلقوا عليك بال بون. أنا نقدر ندخل داخل خزانة. مام للآن. مام في الخجر. والله غير في خجر دخلت. أذكر طريقة تفطن بها واحد غاشا. واش قلت لي؟ سقالي. سقلة 158 عائلة بداوي 5,590,000. بون نقول لكم الى حبيتوا تجوا تسجلوا مرحبا بكم. انتم تولوا ولا ما تولوش؟ تولوا ان شاء الله. اي ما يزيدوا ولوا. مرحبا بكم. الله يفرقنا بلادهم الحصول يا بلاش.